بركة الله في فيديو جديد من الفيديوهات اللي كنقدم لكم. وصراحة اللي تعطلت عليكم نظرا للظروف، كنت على وجه سفر ومعايا رجلي مسافر الى غير ذلك. المهم هادو اجواء ديال العيد، خطوا معايا النهار من بكري الى عشية الى الليل، وشوفي كيفاش خطيت النهار في الغربة وسمحوا لي على تعطلت لكم. اول شي وعيت بكري مني، مشاو الرجاله مع 7:30 مشاو شاور الشامع باش يصلوا صلاه العيد. عدلت كيكه هون عاديه، الفكره قبضتها من قناه شهيوات ووصفات صحراويه مريم من طنطان، كنت قبضت من عندها الفكره. هي كيكه عاديه عدلت فيها الخوخ وعدلت فيها ياورت بنكهه الخوخ، هدرتها تعدلتها الطيب. وقعدت هون نعدل شي من الخضره نطيبها نوجدها على حساب الخرجة اللي نعدلو، لأن اللي نعيدو برا الدار عارفين الغربة وعارفين مشاكلها وانت اللي نذبحو إلى غير ذلك. حنا ذبحنا في الحمد لله من حسن حظنا ونيتنا الزينة، ذبحنا في نهارنا الحمد لله نهار العيد ذبحنا. كاين مساكن اللي ما جاهم العيد إلا نهار ثالث عيد إلى غير ذلك، هي لا سنة مؤكدة وتوف ما هي بالضرورة. أول شي مشينا واحد البارك هون في سيرجي بريفكتور بارك، نسيت اسمه صراحة الله على بالي على لساني غنسيتو. بارك زوين راينا هنا في الدخلة ديالو كيف شفتو، مشاو الرجال يخرسوا البلد اللي عدلوا فيه الباربيكيو الخاص بالطياب اللي نشوف فيه، ما سامحين للناس يشوف فيه. وهون حنا قعدنا، هون حنا تي العلايات قعدنا مع التركة باغيين يلعبوا شوي، لعبناهم شوي. شفتوا البارك هذا فيه ياس كبير كبير كبير، ما قدينا كاع نلفو هاك النهار صراحة، تخطى نهار زين. وبارك الوزير شي حاجة كيف المهم هو كاين في سيرجي بريفيكتور، الناس اللي كتعرفو دو فرونس واللي ساكنة في فرنسا فرنسا راه اللي يساعد. صافي هون تركا اختاروا هاي اللعبة هاي، وصراحة خلعت عليهم من شي حق، يعني انا كنت قايلة عن سكيورتي، انا نسيت عنهم هون شوي وكنت قايله عن السيكيريتي اللي هي اللي يعود معاهم تاعهم، لا وحدهم الا تركتي ولادي وولاد خويا لا يعري منهم ان شاء الله، ومشاو وحدهم في البارك خاصه بالباربيكيو خاصه بالشوا. وجينا هون هي اللي نقيلوا فيها ولين نخطوا فيها العيد ان شاء الله. لا لا الله يجزاك بخير. صافي هون بدات عملية الشواء عادية جدا، كما كنعدلو دائما في العيد. صراحة الحمد لله كانت أجواء العيد زينة، كانت صراحة واحد الوقت تنقليت من فرنسا ومن جوها بحكم عني وحدي ما معايا حد الى غير ذلك. عقبو جاو الحمد لله اهلي رب راني حامدك، وجابرنا مع رجلي الحمد لله، وخطينا العيد مع الاهل ومع الاحباب خط زين فتبارك الله ما شاء الله. صراحة الغربة واعرة وحد كامل في الغربة الله يسمح لي منه وسامحة بعدها، والناس اللي هون صراحة كيتكرفصوا في العيد وأجواء صراحة ناكي الأجواء ديال الدار الكبيرة والدار فيها الرجل الصغير والكبير وشي داخل وشي نقر وشي له يفطر وشي له يقيل وشي له يجي كعشية، والدار فتبارك الله من هنا. فهون بدلنا صراحة جو في هذا البارك. وهذه شرارة عقب الشواء موجدتها أصلا كيف قلت لكم في بداية الفيديو، مجدتها اصلا قطعتها وطيبتها بكري اليوم ني مشاو الرجال يصلوا صلاه العيد، ووجدتها ودرتها تبرد في الثلاجه وجبناها راينا لي نطرحوا هضري الغدان. اذا عاقب المقيل في هذا البلد هذا قيمنا مباشره للدار، لان عم المعايل عم التركه اللي يجي يتعشى معانا ويصور رحمنا ويسلم علينا ويعدل معانا مبارك العيد. انا هون عدلت لهم كتف قبضته وعدلت له دهنته بالسمن والزبده والملح وكنور ديال الزعفران الحر،
وقفلت عليه الكوكوت وما زدت له قطره من الماء، ونقصت عليه حتى عدلته التعدال تطياب الطنجيه. وبنسمل مارو، عدلت مارو الكبسه، عفوا مارو بسمتي، فورته وسقيته بالكوك والحليب. نخلي لكم رابط الوصفه ديال هذا الرز، هذا اللي كيجي رائع، نخلي لكم في صندوق الوصف. صافي، هذا هو الاجواء ديال العيد، نهار العيد في فرنسا. هذو هما الاجواء، صراحه ما سخيت فوق النهارات. كانوا معايا خوتي حمده مولانا واهلي واحبابي الحمد لله، وعمرت علينا الدار، عملنا في الغربه. وصراحه الانسان راه كيخلق جو السعاده، كيخلقوا الراس، ومن شوي نقد نخلق سعاده لراسي، خصوصا يقعدوا معك اهلك واحبابك. واللي بيكم